إذا كما راكم تشوفوا اليوم كانت وضع حجر أساس السكنات الاجتماعية 600 مسكن في انتظار نزيدوا 2400 مسكن اجتماعي لفائدة البلديات، 600 خاصة للبلديات اللي ما كانش عندهم مقبل الشرفة، العلمة، واد العنب، وكذلك فيه سر الشطيبي، وكذلك رايحين نزيدوا السرايتي. وهذا كما راكم تشوفوا وضعنا حجر الاساس اليوم ل 1000 ساكن هناك و 500 ساكن هنا، 1500 ساكن ترقاوي، وبذلك يصبح عدد السكنات الترقاويه اكثر من 3500 ساكن ترقاوي مدعم لفائده بلديه عنابه كلها، لان موقع المشروع مش في هذه المناطق يتقسموا على البلديات، لان بعض البلديات ما عندهمش. واش نطلبوا؟ نطلبوا الاسراع في اعداد القوائم، بزاف القوائم مازال راهي ما دارتش، نطلبوا الاسراع. وغير كيما مديت ساكن ترقاوي مدعم اللي زدت لهم 200، ومديت 200 100 العلماء الشرفه والعين البارده 100، ومديت 400 لبلديه عنابه 400 وعين البارده وكذا. هذه وين جايه؟ في ذراع الريش ال 200، وال 100 تاع عين البارده جايه في عين البارده اللي للشرفه والعلماء، وكذلك 200 سكنه البني جايه في ذراع الريش كذلك لفائده البني، و 400 ساكن لفائده عنابه، 400 ساكن مدعم. عنابه وحده ولا عندها 1000 ساكن؟ المهم الليسته اللي ما دارتش 400 ساكن مدعم. هذه يعني مديريه السكن شرعت مؤخرا سيد الوالي في استدعاء. نعم نعم. عنابه شحال الان عندها؟ 400 بلوس 5 400 والاخرين كاع لا كاين دي ليست نداروا راهم في ال ربعمية مي كانوا عندهم قبل اللي مازال في مشاريع كيما هذا مثلا. شكرا.